الاستثمار في القطاع العقاري في فلسطين يشكل أهمية كبيرة في حركة الاقتصاد الفلسطيني، حيث تبلغ استثمارات هذا القطاع أكثر من 3 مليار دولار. وها نحن نرحب بكم أجمل ترحيب في مؤتمر التطوير العقاري الثاني تحت شعار وطن نبنيه وطن نستحقه، والذي يقام تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس حفظه الله. إن فكرة جمعية المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري بدأت قبل أكثر من 3 سنوات بمبادرة من رجال الأعمال والمطورين في القطاع العقاري في فلسطين، وتم تأسيس اللجنة التحضيرية للجمعية في عامي 2010 و2011، حيث تم تسجيل الجمعية في وزارة الداخلية في إطار قانون الجمعيات الغير الربحية المعمول به في فلسطين. وتوج هذا التأسيس بالإعلان عن إقامة الجمعية بتاريخ 31 ديسمبر عام 2011، وتم انتخاب أول مجلس إدارة. إن الحاجة الملحة لتنظيم هذا القطاع وتطوير أدائه بما يخدم استمراريته وازدهاره، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، كانت الدافع الأساسي لإنشاء جمعية تمثل وتضم كافة العاملين في هذا القطاع وتنظيم عملهم وتنسيقه مع الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية. إن من أهم أهداف الجمعية أن نرتقي بقطاع العقار في فلسطين وأن تعمل على تنظيمه وازدهاره، حيث أن هذا القطاع يشكل الرافعة الأساسية للاقتصاد الفلسطيني، حيث يشغل الآلاف من المقاولين والمهندسين والعمال وغيرهم، ويتقاطع مع العديد من المؤسسات الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية. إن تنظيم هذا القطاع ومساعدته بما يخدم مصلحة المواطنين ويؤمن لهم وسيلة سهلة للحصول على مسكن أو محل تجاري أو مكتب، كما أن الجمعية تنسق وبشكل مباشر مع الهيئات والجمعيات والاتحادات المماثلة لها في البلدان العربية المجاورة من أجل جذب الخبراء والمطورين إلى فلسطين. إن جمعية المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري تسعى وبكل جهد من أجل تحقيق الأهداف السامية التي نشأت من أجلها، وتتطلع إلى التعاون والمشاركة مع كل المعنيين في هذا الوطن الحبيب من أجل النهوض سوياً باقتصاد بلدنا وشعبنا. إن الانضمام للجمعية يشكل خطوة مميزة للشركات والأفراد العاملين في القطاع العقاري، حيث يحظى العضو بالحصول على الامتيازات من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والحكومية والخاصة، من حيث تسريع المهمات وإنجاز التواقيع بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى الخصومات المميزة التي تقدمها هذه المؤسسات حسب الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الجمعية. لا شك في أن القطاع العقاري في فلسطين عانى وما زال يعاني العديد من الصعوبات والعقبات على جميع المستويات والأصعدة، وأهم هذه العقبات تتمثل في الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، فإن المطورين الذين يأخذون على عاتقهم بناء الشقق والمحال التجارية والمكاتب وغيرها إنما يغامرون برؤوس أموال باهظة في ظل هذه الظروف. ومن هنا نطالب الجهات الرسمية بتحديث قوانين البناء وتسهيل الإجراءات وإعداد البنية التحتية الملائمة ورسم سياسات تشجيعية للقطاع العقاري، لما في ذلك مصلحة للمواطنين الذين يحلمون بامتلاك مسكن كريم وبسعر ملائم. عقدت الهيئة الإدارية المنتخبة عددا كبيرا من اللقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين وعلى رأسهم فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس حفظه الله، ودولة رئيس الوزراء السابق الدكتور سلام فياض، وعدد من الذين لهم علاقة بقطاع العقار، محافظة رام الله والبيرة، بلدية رام الله وبلدية البيرة، وزارة الحكم المحلي، شركة كهرباء القدس، سلطة الطاقة، مصلحة مياه محافظة القدس، ضريبة الدخل، سلطة الأراضي وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.
وعلى الصعيد العربي، قامت الهيئة الإدارية للجمعية بتوقيع مذكرة تفاهم بين العاملين في القطاع العقاري في فلسطين والأردن، بين جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني وجمعية المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري فلسطين. ونصت مذكرة التفاهم على التعاون بين الجمعيتين في كل ما يخص المستثمر الأردني والفلسطيني وتوحيد الكلمة في المحافل الدولية، بالإضافة إلى استقطاب المستثمرين في الأردن إلى فلسطين. وفي الختام، نسأل الله عز وجل أن يكون هذا المؤتمر والمعرض بوابة لمستقبل مشرق وغد أفضل، آملين بعقد مؤتمرنا القادم في القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين.